السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي قناة معلومة. سوف نأخذكم اليوم في جولة لكي تشاهدوا من هم العشرة المبشرون بالجنة. أبو بكر الصديق. ولد أبو بكر الصديق في مكة سنة 573 ميلادية بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، وتوفي في يوم الاثنين 22 من جماد الآخرة سنة 13 هجرية، وكان عمره 63 سنة، فخلفه من بعده عمر بن الخطاب. أسهم أبو بكر الصديق كثيرا في نشر الإسلام بين الناس والدفاع عنه، ووقف كثيرا بجانب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمام المشركين، وكانت له إسهاماته في عملية تحرير العبيد من بين أيدي المشركين، وذلك عن طريق شرائهم منهم وتحريرهم وتخليصهم من عذابهم. كان أبو بكر الصديق يحتل مكانة كبيرة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خليله ورفيقه وأبو زوجته، وكان رفيق الرسول عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة، وكان ملجأه وأمنه وخافي سره. شهد أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر والمشاهد كلها، ولم يتخلف عن مشهد منها. كان أبو بكر حريصا على قلة الكلام خوفا من سقطة تقع منه وهو يتكلم، وكان يقول للدعاء: إذا وعظت فأوجز، فإن كثير الكلام يسيء بعضه البعض. عندما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن القرآن مجموعا بعد، بل كان محفوظا في صدور الحفاظ وفي صحف كتاب الوحي. فاقترح ابن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يجمع القرآن في مصحف واحد، خوفا من أن يموت حفاظه فتضيع بعض آيات القرآن الكريم. عمر بن الخطاب. ولد ابن الخطاب رضي الله عنه قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 13 عاما، وقد انشغل في صباه بالتجارة. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دعا الله عز وجل بأن يعز الإسلام بأحد العمرين، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له، فأسلم ابن الخطاب رضي الله عنه في السنة الخامسة للدعوة، وكان إسلامه فتحا مبينا. أسلم ابن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع خباب بن الأرط وهو يعلم القرآن الكريم لأخته فاطمة وزوجها، وحينما سمع القرآن طلب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم بين يديه في السنة الخامسة من البعثة. عرف بزهده وقوته في إظهار الحق ودفاعه عن الإسلام، وكان قويا لا يخاف أحدا. كان ابن الخطاب رضي الله عنه طويل القامة، وكان أعصرا بجانب تيمنه، أي أنه كان يستخدم كلتا يديه، وكان يقوم بتفقد رعيته ليلا وهم نيام، ويعطي لكل بيت ما ينقصه. قتل ابن الخطاب في مؤامرة دبرها الفرس واليهود، ونفذها رجل فارسي اسمه أبو لؤلؤ المجوسي. فقد تسلل إلى المسجد في صلاة الفجر فطعن الخليفة بخنجره عدة طعنات، واستشهد بعدها عمر رضي الله عنه متأثرا بالسم الموجود في السكين. عثمان بن عفان. ولد عثمان بن عفان رضي الله عنه في الطائف في السنة السادسة بعد عام الفيل، وقد لقب بذي النورين لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تزوج من رقية أولا، ثم بعد وفاتها تزوج من أم كلثوم. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان. اشتهر رضي الله عنه بصفاء النفس، كما كان جوادا كثير التواضع ذا حياء جم. أسلم عثمان بن عفان بعد البعثة على يد أبو بكر الصديق. يعد عثمان بن عفان من أوائل من قاموا بالهجرة إلى الحبشة، حيث هاجر مع زوجته رقية رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قام بجمع الناس على قراءة واحدة للقرآن الكريم، وقام بحرق باقي النسخ، ثم أمر بنسخ هذه النسخة الوحيدة وتوزيعها في الأمصار. علي بن أبي طالب.
هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها. ولد في العام 53 قبل الهجرة، ويعد من أوائل من آمنوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصبيان، وكان عمره حينها حوالي 10 أعوام كما يذكر المؤرخون. كناه الرسول صلى الله عليه وسلم بأب الريحانتين، ويقصد بهما الحسن والحسين. ويذكر البخاري أيضا كنية أخرى كناه بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أبو تراب. نام في سرير النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، مع علمه بأنه معرض لخطر القتل في هذه الحالة. شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، وعرف علي بن أبي طالب بزهده وتواضعه وحبه للرسول صلى الله عليه وسلم وتضحيته من أجله وبكرمه وصدقه. الزبير بن العوام ولد في السنة 28 قبل الهجرة، وتوفي في السنة 36 للهجرة. أمه هي صفية بنت عبد المطلب، عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. أخى الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين طلحة بن عبيد الله في المؤاخاة التي حدثت في مكة المكرمة. من أشرف الصفات التي أطلقت عليه أنه كان حواري الرسول صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد الله كان من السابقين إلى الإسلام. كناه الرسول عليه الصلاة والسلام بعدة أسماء، منها طلحة الخير وطلحة الفياض. ولد في السنة 28 قبل الهجرة، وتوفي في السنة 36 للهجرة. كان متزوجا من أم كلثوم بنت أبي بكر، وقد تزوج غيرها 3 نسوة، كل واحدة منهن لها أخت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان له من الأولاد 14 ولدا، وشهد جميع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين بالجنة، أسلم على يد أبي بكر الصديق في وقت مبكر، فكان من أوائل المسلمين. هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة، حضر المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن بجوار عثمان بن مضعون رضي الله عنه عند وفاته. سعد بن أبي وقاص، كان سعد رضي الله عنه كثير البكاء من خشية الله تعالى. يعد سعد بن أبي وقاص أول من رمى بالسهم دفاعا عن الإسلام. أسلم في 17 من عمره، وتوفي في العام 54 للهجرة. سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب، وكان من السابقين إلى الإسلام مع زوجته، وكان مستجاب الدعوة، وقصته مشهورة مع أروى بنت أوس، حيث شكته إلى مروان بن الحكم وادعت عليه أنه غصب شيئا من دارها، فدعا الله عز وجل أن يعميها ويذهب ببصرها إن كانت كاذبة، فعميت. أبو عبيدة بن الجراح سماه الرسول عليه الصلاة والسلام بأمين هذه الأمة. من مناقبه أنه كان حليما ومتواضعا. قام بقتل أبيه المشرك في غزوة بدر. توفي أبو عبيدة بمرض طاعون عمواس. سبب ذكر العشرة المبشرين بالجنة، هناك الكثير من الصحابة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن العشرة المبشرين ذكروا في وقت واحد وفي حديث واحد، وذلك ربما لأنهم وجدوا معا في مجلس واحد فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم معا. ففي رواية عن أبي داود وغيره عن سعيد بن زيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد. صححه الألباني. ذكر العشرة المبشرين بالجنة في القرآن
لم يذكر في القرآن الكريم أي واحد من العشرة المبشرين بالجنة باسمه صراحة، ولكن ورد الحديث في سورة الليل عن أبي بكر دون ذكر اسمه صراحة، قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. والمقصود هنا هو أبو بكر رضي الله عنه. وقوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، والمقصود بها أبو بكر أيضا رضي الله عنه. وقال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وهو أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بالصاحب هنا. ومن المبشرين بالجنة أصحاب بيعة الرضوان وأهل بدر. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. المبشرون بالجنة سوى العشرة. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الصحابة غير العشرة المبشرين، ووعدهم بأن لهم الجنة أفرادا وجماعات. ومن هؤلاء عبد الله بن مسعود وثابت بن قيس وعبد الله بن سلام والأعرابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الإسلام، فقال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وغيرهم ممن وردت الأحاديث الصحيحة بأنه من أهل الجنة، ومنهم أهل بدر وأصحاب بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. رواه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية الحلقة، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع قناة معلومة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بقناة معلومة.